الليلة هتكلم لكم عن موضوع ما غريب عليكم لكن من وجهة نظري الشخصية. هتكلم عن قصتي وتجربتي مع التصوير الفوتوغرافي. هي طبعا قصة ما طويلة شديد أو تجربة طويلة، هي ممكن تكون عمرها 4 أو 5 سنين كده، لكن يعني اكتسبت فيها حاجات كثيرة جدا. أول حاجة نشأة المصطلح. المصطلح استقى من كلمتين يونانيتين، الأولى فوتو والثانية جرافي. فوتو اللي هي تعني الضوء، وجرافي تعني الرسم أو النقشة والكتابة. الكلمتين مع بعض كده اسمه الرسم بالضوء يعني. أول من استخدم المصطلح هو الإنجليز جون هيرشل عام 1836. التعريف العلمي للتصوير. التصوير زي ما قلنا هو الرسم بالضوء، هو الاستفادة من الغرض الذي يحدثه الضوء على غرض ما، الاستفادة من التأثير الذي يحدثه الضوء على مادة حساسة تسمى الفيلم. ده كان زمان يعني، حسب قلت الكاميرا دي كده. التصوير التصوير هو استعزاز اللحظة من تخفي ثانية حتى تدوم أبدا، وأجمل أن تكون هذه اللحظة تدوم مشهدا رائعا أو حدث مهم أو براطف. دي قالها طارق الفلسان مصور. ده مشهد رائع يا دي في جحر كانوا قاعدين بيبي الحمام أو الفراخ. دي الهبوبة اللي هي رياح مشهورة بها السودان. طبعا دي بتكون جميلة في المشهد، لكن لما اتصل البيوت اللي هم هذه البيوت دي كان بتخالي بتصلي قبل ما قبضت عليها الصورة دي يعني. التصوير هو يختص بكلمة واحدة هي النظر. الناس طبعا بيشوفوا بعيونهم، لكن احنا مصورين بنشوف بالعدسات. رجالها عمر مطلع مصور سعودي. دي انا اكثر حاجة بحبها في التصوير الزهور يعني. ما الزهور هنا في السودان ما كثير، لكن لما تلقاها بتكون سمحة شديد. بدايات البداية. أنا لسه في بداية البداية. أي حاجة هي بتبدأ ستيب باي ستيب، خطوة خطوة يعني. أنا عسي يعني، أنا بحب أطلق على روحي يعني سنة أولى تصوير يعني. إن شاء الله السنة الجاية تلقوني في سنة ثانية. أي زول ممكن يبقى مصور يعني، لكن أنا نشأت يعني في بيئة بتاعت ناس مزوقين الفن أو بيحبوا الفن يعني. من أغلب عائلتنا كده يعني، منهم البروفيسور شبرين، كل اغلبكم بتعرفوه. الاستاذ رباح، مكذوب رباح. واكثر من ناس، اكثر ناس اللي الهموني هو عمي البروفيسور عبد المنعم عبد المحمود العربي، اللي هو دخل لي حب التصوير ده، وانا اشكره من هنا. اول صوره يعني انا اخذتها كده والناس اعجبوا بها كلهم كان بورتريه لاختي زينب قاعده معانا في الجمهور ورا. كان الناس كلهم عجبتهم قال لي انت لازم تصور، انت تصور بالفطره. انا ما اعرف انه يصور بالفطره. والناس قال لي انا والله ذاتي ما اعرف انه التصوير ده جينيتكس ولا بالصدفه يعني. تعرف اي زول اللي حق له انه يعرف الحياه الدائره باللي هي الكلمات اللي بتعبر، لكن بعد الكلام ده كل ما زول يقدر يعبر عن التصوير بالتعريف الصح له يعني. قالوا ان التصوير يختص بان يدرك قيمه اللحظه. يعني المويه دي اكثر واحده بتوري انه هي بتمشي، المويه دي اكثر حاجه بتمشي سريع. لو زول قبضها يعني هي الحته الوحيده ممكن تقبض الصوره في المويه في حتتها هي التصوير يعني. مجرد توثيق لما هو مهم في حياتنا. اي حاجه مهمه كانت تصورها. انا حاسس هنا الناس كلهم شايفين الكاميرات يعني. ده احساس غريب، انا اول مره اكون ورا الكاميرا يعني، كنت دائما قدام. لغه صامته وقع في القلب اقوى من الكلمات يعني. هسه دي من الصور اللي استخدمتها جمعيه خيريه انه لهذا عشان يتبرعوا للطفل ده. هو عمره 5 سنين، مصاب بمرض التراكوما، مرض بيؤدي الى حياه من الظلام الدامس او العمى يعني. انا يعني قلت ان التصوير ده هو تثبيت بعض من لحظات الحياه وزول يعيشها. هو زي الواحه من الكلمات انت تقدر تقبضها في صوره واحده، كانك تعمل الحياه بوز. دي صوره من البوم الرحله بتاعتي. كنا
العرب الروح الليل هنا يعني بتروحوا من حته لحته كده، انا قدرت اقبض جزء من رحلتهم يعني. الصوره هي التي توصل الرساله، اي رساله بتوصل الصوره. هذه انت زي ما شايفين الصوره هنا ديل ناس تيدكس استخدموها عشان انه يوصل صوره لمؤتمرهم، هم بيتكلموا عن شنو، هم خاصين بشنو، عشان كده هم عشان يقربوا لكم الرساله اليوم. الصوره دي انا اخذتها يلا بعد مطره كده كان صعبه خلاص. في السطوع بتاعت بيتنا كان بتشرب الحمامه دي قبطه بتشرب مويه، شالت من مويتنا يعني. المهم الحمامة دي يعني دي بتوري انه قدرة الله، انه قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، اي حاجة حية بالموية. الصورة هي حاوة تأمل، اي زول صورة ممكن توحي لك انت حاجة، توحي للتاني زول حاجة تانية على حسب الزول. يعني زي ما ربنا انه الرسل الزمان ديل خلوا شافوا السماء يعني عشان يعرفوا انه وحد والله انه الله واحد. تأثير الصورة بيكون، الصورة بتعبر أكثر من المقالات والقصص، وأنا ما أقول لكم ما تقروا، لكن بس القراية مع الصورة سمحة وزن. كل صورة بتختلف عن الثانية، يعني الزول اللي الحاجة ذاتها ممكن الزول ده يحس بها حاجة ده يحس بها حاجة ثانية. الصورة بتحكي قصة، كل قصة بتحكي قصة مختلفة يعني، كل صورة بتحكي قصة مختلفة. دي أحس ناس الصومال دي برضو جمعيات خيرية من إنه بيستخدموها ناس الصومال جعانين وتعبانين وما لاقين أكل، دي يعني عشان الناس إنه يتبرعوا بالهدوم أو بالأكل يعني. فوائد الصور إنها وسيلة تخريب المفاهيم، إنه حسي أغلبنا قرا كيمياء يعني، صعب حبة حسي الكيمياء يقول لك ظهور راسي لون تغير لون، حسي زول يعني في ناس خيالهم محدود يمكن ما يقدروا يتخيلوا الموضوع. حسي اللي جابوا لكم الصورة يقول لهم ده المحاليل وده الدورق الحجم والدورق العادي. دي ذكرتني بقصة حصلت لي مع التصوير. الله عندي عقد ود عمتي كان مصورينه بالفيديو يعني عشان نوثق اللحظة وكده يعني، قام بالغلط قبض له سرقة في المسجد أيام سرقة المساجد ديكا، وقام في الصورة نحن ما شفناها طبعا، نحن ما شفنا الفيديو ما دام نحن صورناه وخلاص، شافوا رسلناه لي عمي انه شاف وقال في حرام الرقطه رقم كده عشان شفناه. قام في كان الحرام ده سلسله يمشي يسرق الجامع ده يمشي الجامع الثاني، ما خلى لي ناس ما سرقوا. قام ابوي مشى جامع ثاني لقاه، قام بلغ، قام طوال قبضه الحرامي قال انا ما سرقت تماما كان قبل ما يسرق يعني. وده قام ابوي قال لك اقطع الفيديو، المهم انا جبت لي الفيديو قطعته لقيت قدام الحرامي يا جماعه ده حصل لي شنو؟ صورتوني فين ده؟ بقى يقول يا جماعة ده كمان وما أنا، والفيديو كان واضح يعني ما يكذبوا كمان، والعساكر شيلوا يضحكوا ما خلوا لي الحرام الغبي هنا ما خلوا لي حاجة ما ضحكوا فيها. التوثيق ده بيفيد، الصور بتفيد التوثيق كثير جدا، إنه الآثار إحنا هنا في السودان عندنا آثار كثيرة، جامع النيلين، الطابية المهدية، البجراوية، وأنا ده من ألبوم رحلتي للبجراوية. التراث، اغلبنا هنا بيعرف التراث القديم يعني، لكن بعد 100 سنه يمكن ما يعرفه. حس لو واحد بعد 100 سنه تسال القربه دي شنو؟ القربه دي شنو؟ لا هسه دي القربه اهلنا زمان كانوا بيخطوا لها المويه عشان تبقى بارده، والصوره دي ما زمان، الصوره دي قريب. الصوره دي ما زمان قريب في بيت كمان بيت بالبلوكات، لكن بس حاطينها شكل يعني. دي المشهورين بها اهلنا في الشركه، القهوه او الجبنه عندها طقوس وبيوت شعر، والقعده دي بمزاج يعني. الذكريات، انا يعني اتولدت في زمن يعني ما لقيت جدي الله يرحمه ما لقيته، لكن زي ما قلت انه عمي انترستن في التصوير عشان كده وثق للناس الزمن ده كلهم يعني لصوره الجدي الله يرحمه. المناسبات الاجتماعية، يعني هسه المناسبات الاجتماعية أي عرس بتلاقي فيه كاميرات بيجاي، كاميرات فيديو، شركة شنو لازم يعني عشان يوثقوا للحظة دي. عرس يعني على الستايل القديم كده يعني بتاع بالطنبور
بالطنبور رقيص وبرج وجلد وكده يعني. زي ما قلت انا الهمت من قبل عمي بروفيسور عبد المنعم، دي صوره له لما اخذ الدكتور درجه البروفيساريا، ودي صوره له لما عندهم طنبور كده طاقيه غريبه زاد، ودي صوره له وهو بيصور روحه. سالته قلت له يا عمي ها يعني الصوره بتعني لك شنو؟ قال لي الصوره بتحكي عن نفسها، هي توثيق وتواصل، واسرع وسيله انه زول نقول لها معلومات. قلت له خلاص انت التصوير عندك شنو؟ قال لي التصوير هوايه جميله جدا بحبها، يعني بتلهمني ذاتها. دي كان اول صوره له اخذها يعني. دي صوره لجامع الري، الري المصري في الشجره، ما اعرف انه قاعد الخرطوم. رغم انه كان في زمن قديم يعني في الستينات يعني الادوات ما كان متوفر، هو كان الوقت ذاك مقيم في بربر، كان مش يجيب الادوات التحميض من عطبره، وغير كده هو بالادوات البسيطه دي صور وطبع وحمض وعمل معرض وشارك في جائزه الشارقه. زي ما شايفين دي صوره فاز بها بالمركز الثالث، كان منظمه شركه كوزموس. دي اخر زياره له هنا للسودان، ما زال هو متواصل معانا وكده. دي لبرج الفاتح، ده الشتاء عندهم يا جماعه، ما هنا في السودان ناس هنا مجرسين ساي، هناك يعملوا شنو؟ ده الشتاء يعني السنه يعني. نحن بنقول لانور يعني سوقنا ودينا ناس سيدكس كده يعني كلنا. ده اخوي الصغير، ده ما موازين، ده صورة ساكنة يعني. ده ها ما عرفته اكل ده لا قاشي. ده بورتريه لروحي يعني، صورته روحي. واللوحة اللي وراي دي لوحة لبروفيسور شبرين عن الحضارة المروية. ليه أنا بصور؟ سؤال بيطرح نفسه. عشان ده كله اللي قلت لكم أنا بصور، وحفضل أصور، وأتمنى إنه كلكم تصوروا. رجاءً احطنوا كاميراتكم وعيشوا حياتكم وعيشوا لحظاتكم السعيدة كل يوم، أو استغنوا اللحظة الجميلة دي يعني. من اللحظات اللي وفرت لي التصوير انه عملت يعني خطوه كده شجاعه حبه، زي ما قالت اخذنا هاله كوري، عملت لي بيج في الفيسبوك كده، وقعدت يعني ناس كتار يعني، لقيت ناس من مصر والسعوديه والمغرب، استفدت منهم كثير يعني، صورهم رائعه. شكرا.